مجلس النواب كباقي المؤسسات التشريعية في العالم عاش مرحلة استثنائية بجميع المواصفات، ونعتبر بأن هذه التجربة هي تجربة غير عادية في تاريخ العمل البرلماني والعمل النيابي بكيفية خاصة. مرحلة اتسمت التجاوب الفعال والناجع مع كل المستلزمات التي كانت ضرورية لاتخاذها. لذلك في إطار احترام المهام الدستورية لمجلس النواب وانطلاقا كذلك من النظام الداخلي، قمنا بتحملنا كامل مسؤوليتنا، والحصيلة حصيلة مشجعة بطبيعة الحال، حيث تمت المصادقة على ما يزيد عن 20 قانون. مع الأسف الشديد مرة أخرى نلاحظ بأن الحكومة لم تستجيب لمقترحات القوانين التي كانت لها صلة مباشرة بالأوضاع الصحية. كل مقترحات القوانين طيلة هذه الدورة، الدورة الربيعية، كانت بارتباط مع الأوضاع الصحية التي نعيشها اليوم ولا زلنا نعيشها لحد الساعة. لذلك سنتخذ مجموعة من المبادرات بمناسبة الدخول لجعل الحكومة تتحمل كامل مسؤوليتها، لأن التشريع لا يجب أن يكون احتكار حكومي بالتشريع كذلك من صلاحية النائبات والنواب. على مستوى التعاون جنوب، مبادرة جلالة الملك محمد السادس كانت مبادرة مهمة جدا ومتميزة، حيث كانت امتحان للضمير العالمي. كل الدول التي لها قدرة على المساعدة وعلى التضامن لم تقم بواجبها كما يجب، بل كانت منغلقة في مشاكلها الداخلية مع الأسف الشديد. وجلالة الملك في إطار هذا الورش المهم جدا المتعلق بتعاون جنوب، اتخذ مبادرة مهمة بتنسيق مع مجموعة من دول رؤساء دول إفريقية حوالي 15، وتم إرسال دعم مادي، دعم ملموس من خلال الأدوية ومن خلال مجموعة من التجهيزات الطبية. لذلك نعتبر بأن هذه المبادرة كان لها صدى مهم إفريقيا وكان كذلك لها صدى دوليا. سنستنتج مجموعة من الدروس، وعلى رأسها أن قوة الدول ليست فقط قوة اقتصادية أو تكنولوجية، بل قوة الدول ترتكز أولا وأخيرا على بعد نظر قادتها وعلى حكمة قادتها وعلى جعل الإنسان هو نقطة البداية ونقطة النهاية. هذا ما نؤكد عليه وما أكد عليه جلالة الملك في مناسبات متعددة. لذلك نفخر بما قام به المغرب لمواجهة هذا الوباء، ونعتبر بأن الاستثمار في المستقبل يمر عن طريق الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التكوين، من خلال التعليم، من خلال توفير كل الشروط لإيجاد الشغل الضامن لحياة كريمة.